عندنا الميباس في الجاردة ما عندهاش 20 دورو، ما تاكل ما تشرب ما تدير والو هنا. راك تشوف المعيشة اللي هنا يا حليل. في لوبيتال قلتلهم شيها فلسطينية، باسكو حنا لي جون لي زارجيريان ما نسوا والو، حنا في تركيا. قلتلهم اللي هو فلسطيني معهوش باسبور معهوش فلوس معهوش حاجة. كاين هذاك العنصرية كاين هنا في تركيا، يكرهوا الجيري وكيكرهوا المغاربة. توهم إلى مطار إسطنبول، جزائريون يغلب عليهم الشباب، لكن بينهم عائلات بأكملها ونساء. حديثهم وشكلهم يكشف لك سريعا هويتهم، إنهم البزنسة، شباب يأتون هنا إلى أسواق الجملة للألبسة والأحذية وغيرها من المنتجات التركية، يشترون منها ببضعة آلاف الليرات ما يعيدون شحنه معهم إلى الجزائر في حقائب وشنط لإعادة تسويقه. لا تكتمل نكهة الأجواء بأسواق إسطنبول إلا بسماع أصوات الباعة وهي تتعالى وترتفع هنا وهناك. في أزقة بايزيد المشهورة بأسواق الجملة، كل الأذواق والأسعار يمكن أن تجدها هنا. كم؟ $25. أعطيني منه 2 سيري. أوكي. إيمان سيدة من الجزائر العاصمة، تأتي إلى إسطنبول بشكل منتظم، تشتري ألبسة نسوية لمحل تجاري تديره في إسطوالي غرب الجزائر العاصمة. تختار الإقامة في فندق قريب من أسواق الجملة. Hi. Hi. How are you? I'm fine. You? How are you? Alhamdulillah. Yes, passport, please. It's important. Okay. تبدأ في إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لاقتناء منتجات حددتها سلفاً في الجزائر. أوكي، حفوت لك على المحل. أوكي، باي باي. مرسي. رافقناها في رحلتها اليومية مع عالم البزنسة. تصل إلى وجهتها، تاجر جملة للألبسة النسوية، طالما كانت إيمان زبونة مهمة ووفية له. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. في جديد؟ مودي هذا كم؟ شوف. 13 دولار. اوكي. هذا كم؟ هات 30 دولار هذا. جود. ايوه. ايش رايك؟ يمكن اكثر. اوكي معلش، اعطيني واحد اسود واحد معه.
هذا موديل جديد؟ هذا جديد. اوكي. هذا كم؟ هذا بس $60. ما فيش ديسكونت؟ في ديسكونت 10%. يعني يوالي $50. ما فيش كتير $50. هذا ديسكونت 10% نسوي. فالموديل جديد على. اوكي اعطيني 2 سيري هاك. اوكي. وفي الوان؟ بس اسود. بس اسود. ايوه. اوكي في هادو باكيت هادي وهادي باكيت. هادي. اوكي هادي تنورة وهادي بنطلون وهادي فستان. ايوه. اوكي. اوكي ميرسي ميرسي ربي يخليك. ممكن تديهم على الاوتيل؟ ايوه. اوكي اوكي. هي واحدة من فتيات كثيرات بدأنا مؤخرا يقتحمن عالما لطالما ظل حكرا على الرجال. ما فيها والو غيان دو سبيسيال، تجي تقضي تلفد سلعتك وتهبط، يا غيان دو سبيسيال، ماشي ممنوع. صافي دير ما كي نقول لهم انا بون هنايا او ديبي كي بديت نخدم كاع يشوفوني نهبط معايا كاع يقولوا لي كيفاش وكي تريسكي وكلش، نقول لهم انا على ربي ماني نخدم في الحرام، ماني نخدم حتى حاجه، الا سلكها لي ربي سلكها، ولا ما سلكهاليش ربي طونكي، وكل واحد وزهره، هذه افير زهر. J'ai commencé petit à petit. J'avais une voiture que je n'utilisais pas beaucoup. Alors, j'ai vendu. J'ai cherché un magasin. J'ai trouvé. Une place à l'Ihbita. Je l'ai loué. J'ai fait mon premier voyage. Je n'ai rien fait à Istanbul. J'ai réservé mon Alger. J'ai pris mon billet. J'ai pris mon taxi. J'ai pris l'hôtel. Je dois me lever à 1h du matin ou à 2h. Je dois me lever à 7h du matin. J'ai fait le tour en 2 jours. C'est bon. Je suis en train de me faire bien. Après 15 jours, j'ai pris un autre voyage à Istanbul. Moi, je ne connaissais pas ce domaine. Donc, on m'a dit toujours que. في الصيف خدمة خير من الشتاء، مي بويسك صافي 6 mois que je travaille هاك، دونك جو بونس كو سي لو كونترير، في الشتاء خدمت خير من الصيف، دونك تقلت شوية الخدمة، جو نسي با، قال لك ما كاش دراهم في البلاد، شوية ناقصي، دونك فوالا، ناقصة الخدمة بارابور للشتاء، الشتاء كنت نطلع 2 fois par mois. Mon premier voyage j'ai commencé ب $3000. بتي تابتي 3000، من بعد 4000، من بعد 5000، من بعد 6000، لحقت 6000. في اسطنبول كاينه حاجه كو جي ريماركي دوبي بروميير فواياج تاعي للدوك اليومين هذا، كاين دي ماغازان مربوحين، صافي دير كي تلحق من تلحق الجزائر سلعتهم خلاص تباعت، وكاين دي ماغازان من نهار الاول حليت مازالها سلعتهم. دوك بتي تابتي عرفت جي في كلكو ماغازان، خدمت مع كلكو ماغازان، دوك خلاص وليت نعرفهم اون اون جورني، نقدر نقضي كاع قدياني وندخل. تجارة الألبسة التركية أصبحت تستهوي عائلات جزائرية بأكملها، فعائلة حكيم واحدة منها. أتى إلى اسطنبول رفقة شاب آخر وقريبتين من العائلة. هما كانوا حابين يروحوا، حابين يروحوا يشوفوا لا تركيا هذه، حجة وفرجة، حابين يروحوا يشوفوها، حابين كشمي بزنسو. كي سمعوا بهم الناس رايحه وكذا لا فامي وصاهم يجيبوا لهم صوالح اونام طونك شوم داخلين عالم بزنس انديريكتوم داخلين معانا. تستاجر العائله بيتا لانجاز المهمه. هذه دار اللي رانا كريم فيها، ستيم بتيت ابارتمون، فيها صالون، فيها شومبرا، فيها كوزينا، فيها هذيك سال دو بان، هي اف 2، دار شابه، تلفزيون، بلازما، كليماتيزور، ايكيبي من كلش، فيها ماشين لافي، ماشين تاع لافيسيل، فيها واي فاي، فيها فريجيدير، فيها ماعن تحب تطيب، فيها كلش، لا كونيكسيون باش نهضروا مع الدار، عارف لا فامي كذا من هيك. هاي نشوف نوري الكوزينه، تفضل. بون هذا شوفوا مسخون على العام، صباح عشيه في الليل، الماء ما يروحش، لا بريسيون، فوالا. هذو ماعن منا، هذو كامل هاولي قدره طنجره واش تحب، واش راك في البلاد يا شيخ، هاي ليك تقال هو باش ما كاش حتى حاجه تونسي. هذه لا شومبر ثانيك، فيها بونك دو بلاص، وفيها واحد ان بلاص. هذه لارموار،
يا كاين ثاني حديد باش تحدد حوايج هوليك ماشي قام مشكل بعد عندنا ثاني اي شوف حتشوف حاجة هذه بالك في البلاد ما عندناش ما تكزيستيش هذه عجبتني بزاف هولي كوفر باش تخبي فيها صوالحك باك تخبي باسبور دراهم تجيب ديفيز تخبي فيه حاجة لي غالية وهذا واش كاين. ينتقل أفراد العائلة جماعيا للتفاوض مع تجار الجملة وشحن ما يريدون. هاي 11 رايحين إن شاء الله مش ما نستقضوا مش ما نكملوا خاصك ما زالنا واحد صوالح نشروهم وصينا عليهم إن شاء الله رانا مقلعين غير غدوة نسهلوا لها. هذا بالك 8 ولا 10 ميم با 8 هذا شباب باولك اللي فيه لي كولور تاو شنو شويه غاليين شويه ما يخرجوش عليك ميم كي تديهم صح شابين كواليتي شباب صح ما يخرجوش عليك لازم تشوف حنوت واحد اخر باش تما دور باش تحفي حبتك يتحوس عليها انت وريك فيك كوطوني عمتيني نرضح في صباعي ولا دوك تشوفي انت شوفي كي تروحي ها شحال شراه مانيش عارف تقصور ولا ثاني كيقولوا لي نقول لهم هذه هي جينا بزنس وما جيناش منها فهمتي ايه ما تسقسينيش شحال شريتها وشحال هكذا كيما تشوف انا شرينا هذوما حاجه شابه ورخيصه ومليحه وباهيه السلام عليكم. لم يعد الامر محتكرا على اقتناء الالبسه التركيه الى الجزائر فقط ففي الفترة الأخيرة بدأت منتجات أخرى تدخل السوق الجزائرية. فيها بزنس بلد منتج يخدم يخدموا حوايج يخدموا مكياج لي بياس دي طاشي أبد كلش طوموبيلات بابورات لي زيليكتروميناجي يعني شت شحال من لي زيميسيون عليها أنا كي جيت لهنا شت شحال من حاجة عليها باش جيت ثاني على فيها حوايج شفتو حوايج راك عارف الجزائر بلي حوايج عندنا نسا خير من الرجال حوايج نسا يمشوا خير من الرجال صراحة أنا راجل في العام بالك في 6 شهور نشري سروال وتريكو 3 سراول هذه ماكسيموم لا كثرت تاع النساء راك عارف شاك 15 جور 20 جور يشرو تما الخدمة مع النساء في الجزائر تما لا ماجوريتي حنا جينا بازين على حوايج نساء حوايج دراري وتتعدد كل سلعة حسب المواسم والمناسبات كاين مناسبات تخدم فيهم كيما العيد كيما الدخول الاجتماعي قرايب لا رونتري سكولير شحال شو كاين مناسبات تخدم فيهم تضرب الكل هنا يشتكي من مشاكل جمة يواجهونها في رحلاتهم التجارية أكبر المشاكل يقولون أنها تصادفهم مع مصالح الجمارك تكون جاي ما كاش مشكل بس كنت جاي مع جاي فارغ جاي فارغ ما كاش جاي كي تولي راجع بالفايدة يقبضك جاي عبالهم سيرتو لا تركي زعما راك جاي من السعودية ولا راك جاي من فرنسا ولا من أي بلاد ما يحسبوكش كيما يحسبوك كيما راك جاي من لا تركي قابرو في الجزائر يابرو فلان 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 سيرتو لا شافك خارج بزاف وكوميرسون افهم تما يقابرك ويعسر وين عندنا حنا مشكل اكزومبل في الفراد راك معايا مطارات كاع تاع الدول عندهم تروح تدفع فراد اي بلاد لبلاد عندك اوزن ودفع الحمد لله حنا بزنازيه تاوعنا كاع بلي ريجيست كاع يخلصوا لي زامبو كاع تما يكون محلول غير هذا تاع المشكل تاع الفراد ولا طاكس نخدموا لاشين نخدموا كاع البلدان وين حبيت تدفع روح مالك الاخرين ليبيا راهو غير كيما كان صاري فيها حرب رابط ولا في ازيرو روبرونات في سيم ورام الله يبارك خلصوا لاطاكس ويخدموا كاع خدامين روح شوف ليبيا رام الله يبارك. توفر السيولة الكافية لسداد المشتريات مشكلة أخرى والقانون يمنع نزيف العملة الصعبة 7500 أورو وشنو هو راح تتبدل انت لي زامبورطاتور راه يطلع معاه 7500 اورو كاش امبورطاتور يقضي ب 7500 اورو الناس تقضي ب 10 صناديق يقضي ب 7500 يديروا حاجه معقوله يديروا حاجه معقوله كيما تخدم كاع الدول نخدموا حنا ماناش نطالبوا فوق دول عفساسه فوق الطاقه تاعهم ياك الريجيستو بالالسي وكلش على البنكه وكلش هذيك ما طلع والو.
غالبا ما تحجز مصالح الجمارك بضاعتهم وتفرض عليهم غرامات كبيرة. طريقة شرعية وقانونية وعادي تدفع انت سلعة في يومين ثلاثة ايام راهي عندك، قاعدين احنا في البابور بثلاث شهور انت ديما عايش قمار، يا جات يا راحت، عمرك ما تقضي حاجة في وقتها بحال قمار. اي والله انت دوكا راك حد دوفيني واش راك تشري للشتا، راك حد دوفيني لا كولور، راك حد دوفيني واش راح يلبس ولا رضى عليك الشعب. رانا حنا كاع بلي ريجيس ونخدمو كاع شغل ريغولي، يديرونا الواسم ودير لا طاكس ديالك. لا طاكس معقولة وخلاص لي الناس تقدر كاع تخدم لا طاكس، هادي شحال واحد يقدر يهبط معاه يخدمو كاع الشعب كاع يخدم. هذيك الميزانية هما اللي يديروها ماشي حنا، هذيك ميزانية كاين ميزانية هذيك قانون الدولة اللي ديرها. حنا جات راح تدفع كاردو هنا يفرحوا سي نورمال، ماذا بينا كاع نخدمو براحة البال، ماذا بينا كاع نخدمو كيما نقولو راسك مرتاح. ريبوني يا خويا يعني نقدر نقول لك ريبوني تاع صح، خديت فيها 3 ضرب كونسيكوتيف حبست يا خويا يعني. الاولى كانت بواحد 70، دوزيام 45، وثالوازيام سيتي هكذا كيف كيف 45 40 هكذاك، وليت حبست انا قلت خلي دراهمي عندي ولا اديهم هكذاك. حفز هذا مؤسسات مختصة في تسهيل عبور وجمركة السلع المستوردة أن تنقل توجه نشاطها حصرياً إلى البزنس الجزائريين في اسطنبول. يرى التجار الأتراك في زبائنهم الجزائريين فرصاً كبيرة، وللحفاظ عليهم يقدمون لهم تسهيلات وإغراءات خاصة. كان ما عملي فات ما خرجتش عليا من جيستنا، ان شاء الله اني ناوي ان شاء الله بعد دوم وان شاء الله تروما ماكسيموم ان شاء الله نعاود نجي ونبداو كما يقول لك، باسكو سقسيت بزاف ديالين كي تبدا هذا الدومين ما لازمش تحبس، لازم مداومة ما تفشلش، لازم تروح وتجي تروح وتجي تروح وتجي باش تما دير لا ربحت ليك ولا خسرت الديفو فيك. هذا هو شغل لازم تتعب باش تنال. الاحتكاك اليومي بين هؤلاء الجزائريين وأتراك ترك بصماته الاجتماعية الواضحة في كثير من السلوكات والمشاهد. اللهجة الجزائرية أصبحت حاضرة في حديثهم. شحال تسمع عندنا؟ 40 دولار. عند توب تان كم؟ هاي بالجملة 20 دولار. تسمى 40؟ ما درنا والو. ما درنا والو. هاري قال خوك أرقى باش. أرقى مهربون. إيفيت قولي إيفيت. فنادق بأكملها تبقى محجوزة طوال العام لجزائريين دون غيرهم. في الجزائر العاصمة بعد عودتهما كان لفيصل ومحمد انطباعهما الخاص في رحلة العودة. والسلعة لحقت الحمد لله، هذيك السلعة تاع الترك احنا اللي تمشي لنا لاباز لاباز تاع الترك، عندنا سلعة واحدة اخرى ونجيبوا على واش يحب المشتري، واش المطلوب تاع المشتري يا قايتك راه نوصلوه لهم الرغبة تاعو اللي تلحق له هذيك هي. تقول بعض الأرقام أن ما يقارب نصف الألبسة المستوردة الموجودة بالأسواق الجزائرية مصدرها تركيا. سلعة تاع تركيا كاع مطلوبة، تسمى لا ديفيرونس ما بين سلعة تاع تركيا وسلعة تاع لاشين وسلعة تاع بلادات واحد أخرين، كما لي ظروف يعني راهم في الإفلاس السلعة تاع الترك راك فاهم، حاجة جودة حاجة برومي شوا، ما نقولكش لا مارك أوريجينال مي حاجة برومي شوا وبري تاعها معقول، بري تاعها ماشي راك فاهم. السلعة تاع الترك لا يدخل نقدر نقولو سي لو برومي شوا اللي راه يدخل في لو مارشي الجزائري، سي سلعة دو كاليتي حاجة شابة مام تاني بتقونها في نيسيون كدا أبار لاشين. لاشين أنا واحد نرهب نلبسها يا أخويا ما نقدرش، بس كي 100% دي فوا تلقى بوليستر تلقى دوزيام شوا تلوزيام شوا، جو بريفار نزيد شوية دراهم نشري ترك ولا لاشين يا أخويا. أمين يملك محلا خاصا لبيع الألبسة التركية للرجال بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة، يرى أن النوعية والسعر هو ما رفع من قيمة السلعة التركية. الشباب الجزائري يحب الترك السلعة الترك، باش نقول لك لاشين ولا قدام مسومة يا خو في الترك حاجة شابة بيان سور، الترك حاجة تركية اللي تمشي بارابور كي تكومباري مع لاشين مام كوكسا سوا الالمان ولا اسبانيا يحبوا الترك على السوماتها، كي تشري دوك انت باش هنا باش تدور بدراهمك تلقى فيها فايدة في الترك يا خو، الا تشري حاجة اوريجينال تجيبها للشعب هنا الجزائري ما يقدرش السومه هذيك ما يشريهش، تريح لك سلعه هكا كبر كواليتي تاع لي جين واش تحبني نقول لك، كواليتي تاع شابه يا خو ها مستيسو تعرف.
تقفون هنا على ضفاف بحر البوسفور والذي يخترق قلب اسطنبول ويقسمه ما بين قارتين. ينظرون بأمل إلى هذا البحر، وبقدر ما أغراهم وفتنهم يوما، بقدر ما ضرب أحلامهم ليحطمها على صخور ضفافه. هنا انتهى حلم العديد من الشباب الجزائري بالإلدورادو الأوروبي، ينتظرون فرصة قد تأتي وقد لا تأتي لإكمال الرحلة التي جاءوا من أجلها. أرادوا أن تكون اسطنبول المحطة الأولى، حيث أن الوصول إليها جواً أو بحراً لم يكن صعباً، كل ومقدوره المالي. فريد، مصطفى، فؤاد، هشام ومحمد وأسماء كثيرة اختاروا نفس الطريق وحلموا بالهجرة إلى أوروبا عبر البوابة التركية، لكن النتيجة كانت قاسية ومحبطة في آن واحد. هنا يا الوضع الحقيقي تاع الحراقة، كل واحد وكيفاش قصوا القدرة لهنايا، كل واحد والاستوار ديالو. كاين اللي في البلاد ديزيسبيرا ما لقاش كيفاش، يعني كيما يقول لك ما كاش مخرج، ما كاش الامل، ما كاش يجي طونتي لا شونس ديالو هنايا، يقول لك اوروبا بالك ربي يفتح عليا البيبان، بالك نخدم، بالك ونسي على باليش، بالك يتزوج، بالك يصنع اوراقي، كل واحد وكيفاش يشوف. جيت كيما كاع الغاشي، جيت زعما نحرق على الترك منا، درت فيزا، خمم زعما كيما كاع الغاشي اللي فاتوا صحابي اللي راهم في اوروب وكاع، قلت نروح على ربي ان شاء الله بالك نفوت. جيت لهنايا عندي تروا ما درك هنايا، جيت نهارات الاولين حوست بيا منا، عجبتني الحاله وكذا. انا جيت لهنا الاتاتورك، هبط جيت في الليل، انا ملي دخلت لاسطنبول وانا سوفري مورالمون فيزيكمون من كل النواحي. جيت انا ما حرقش في الخطره الاولى، جيت لهنا قعدت تيستيت كاع الماناج واش كاين واش كاين، وتلاقيت بجماعه دوك اصحابي، كاين اللي راحوا كاين اللي قعدوا كاين اللي هبطوا للبلاد. يا سيدي جينا في الاول حوسنا منا، احنا ما راناش جايبين معانا دراهم، حوسنا خدمه، حوسنا منا ونلقاو لي زالجيريان، كيناهم بدينا نجورجيو في الحاله، يمنا بدينا نحرقوا، باسكو ماشي غير احنا اللي احنا نولينا نحرقوا، كان بالك نقول لك 60% من الجنس راهم باغيين يحرقوا، ابار لي باتهم خلاو لهم الحوانت. علاش حنا انا مادا بيا نقعد في بلادي وهذا يقعد في بلاده ونعيشوا غايه الغايه، ما خلاو لنا والو خويا. في الايام الاولى كان طعامهم سندويتشات صغيره لا يزيد ثمنها عن ليرتين، اي ما يعادل تقريبا 140 دينارا جزائريا. ولينا بنادم خلاص ولا الدرام هكا، وبنادم يباس في الجاردان ما عندهاش 20 دورو، ما تاكل ما تشرب ما دير والو هنايا. تحيا البلاد. انفقوا كل ما يملكون من مال، ولم يجدوا غير حديقة أكساراي مأوى لهم. في العراء يبيتون، والأرض يفترشون، والسماء يلتحفون، وأعينهم لا تعرف النوم إلا قليلا، فالجريمة مستفحلة في شوارع المدينة، ولا مكان للغفلة أو الاطمئنان. ماشي تحرق هنا ما كانت تعيشها بريمير دي شوز، ماشي تحرق. انا كيما نحكي لك انايا ولا عندي وحدين صحابي شاشره راهم يباتوا في الجاردان، وهذيك الجاردان سي دونجي سا دي بونجي، وحدين يشربوا ولا يبلعوا قفايل ولا سا دي بون يقتلوك، سا دي بون تدابز معاه انت تكون راقد. لبقيه المشوار الاساليب متعدده، بيع جوازات السفر، تزوير شهادات الاقامه، وانتحال شخصيات بأسماء وعناوين مستعارة. ويعطوا لك وثيقة، إن كارت تبين باللي أنت فلسطيني ولا سوري هكذا، باش تقعد عندك شهرين كيما هذه دوكا. وثيقة راح نعم فلسطيني
ولا سوري راح تقدر تدور فيها في اسطنبول لمده شهرين. اون دي اون فرونسي لو كيت. وكي عندهم حروب في هذه المنطقتين تعتبر لاجئ هنا بدون اي وثيقه اخرى راح اذا حبيت ديرها. هذه كيشدوك بها توريها لابوليس عندهم ما يديروا لك. وكاين واحد اخرين طلبوا اللجوء اللي طاحوا جزائريين و هاي اخرى سود. وثيقة فلسطيني مثلما تعتبر فلسطين منطقة حرب مع اسرائيل ما يمكنش يديروا لك اي ضغوطات ولا ترجع الى البلد. كاين عباد يطلعوا من الجزائر يمركوا البيي اللي سكال على آل ايطاليا للطليان ومن الطليان يدير اسطنبول والروتور فاني كذلك يدير اسطنبول روما روما الجي. ايبا ولا لقاو عفسه جديده ولا الباسبور جزائري ينحوا له تصويره يعني ماشي البيومتري انا نحكوا على الباسبور القديم ينحوا له تصويره ويديروا تصويره تاع السوري يبيعوه له ب $1,000 1200 ويهبط هو بالباسبور الجزائري كي يخرج من اسطنبول كانه جزائري لكن في الحقيقه هو سوري. كي يلحق المطار تاع روما ولا ميلو يقطع الباسبور ويدلي بالتصريحات تاعو ولا يجبد الهويه السوريه تما كاين يستقبلوه. هذه باسبورات اللي يبيعوها دياولنا راهم يبيعوا باسبورات هنا. والطرق ايضا مختلفه إما برا أو بحرا، المهم التسلل خفية إلى اليونان والوصول إلى الجنة الموعودة. التكنيك هنا يا الناس اللي تحرك كل واحد وكيفاش، كاين اللي دايرينهم انترميديير كي شغل مع يخدم مع الأكراد، الأكراد هما اللي حاكمين المونوبول هما اللي حرقوا باسكو علاش هما اللي يعرفوا البلاد كيفاش. والعرب تاعنا اللي هنايا تعرف الى يمولهم الحراقه ويقولوا لهم هنا واحد الاسم نافر يعني نافر هو بني ادم يبيعوه على حساب السومه كل واحد وكيفاش. كاين اللي يبيعوه ب 400 اورو كاين ب 1000 اورو كاين 1200 وكاين شحال من طريقه باش يهرب من هذه البلاد. كاين على البر وكاين على البحر في الزودياك بار اكزومبل الزودياك تروح لإزمير منطقة ساحلية هذه تطل على الجزر اليونانية من داك في الليل كي تكون في لاغوتير تشوف الضوء تاع الجزر. كاين ساموس ميديلي هادو جزر كبار يعني فيهم مطار وفيهم البور ومن تما كاينايا انت وزهرك. كاين لا مارين تاع الترك وكاين لا مارين تاع اليونان. انا عشت برا في الزودياك حكمونا اليونانيين نحاو لنا الموتير رماوه في البحر وقالوا لنا ولوا صاديبو يا نموتوا يا نعيشوا. مصطفى يحكي عن تجربته القاسية في التسلل إلى الأراضي الأوروبية المجاورة. رحنا مشينا في الليل دانا حراك طونوبيل كردي خلصوا عليا جماعة ودانا $200 الواحد هكذاك في بلغاريا جهة بلغاريا رحنا على بلغاريا. ايا رحنا دانا بدينا نمشو نجرو في واحد الشون هكذاك تاع القمح مشينا ايا حكمونا بالكاميرا ايا شدونا قعدنا في واحد الواد تخبينا ثم جاول عندنا مانوفراو فينا هكذا بالسلاح. جماعة خرجت سلك واحد صاحبنا او ذوك في بلغاريا وانا قعدت الاخر حوسوا وخرجوني جابوني داونا فركتونا قاع حوسوا قاع واش عندنا اسكو انا دي بابيي اسكو انا دي زيدونتيتي. عاودوا رجعونا ومرت 17 يوم جابولنا الوسمة وتخلص إذا ما خلصش ما يرجعوكش ويديروا فيك كتير. ثم جينا عاودوا رجعونا لهنا المنطقة اللي تسمى أقصى راي يحطوك ثم
فؤاد هو الآخر سلك نفس الطريق رفقة اثنين آخرين. تلاقيت واحد المغربي وواحد تونسي، ريحنا قصرنا على الحرقة كيفاش منا، هي قال لك نعرفوا واحد يحرق، رحنا عنده قال لك نديكم 500 يورو، قعدنا نيقوصوا معاه ومنا، قال لك 500 يورو سيبو منا، هي رحنا معه درنا نهار ورحنا معه في الليل، لحقنا يديرنا هذي قال لك نمشوا، مشينا دينا واحد الماكلة والماء وقع، مشينا غير لحقنا الحدود رجع. هذه هي العفسه اللي راهم يديروا فيها هنا، الا حق الحدود ويطلقك روح موت ولا دبر راسك ولا دخل الحبس ولا يقتلوك يتيروا عليك ولا ما على باليش. لحقنا ربي يسترنا ومشينا حتى طحنا في العسكر تاع اليونان، حكمونا دخلونا للكام، ضربنا 10 ايام في الكام ورجعونا اسطنبول. اسطنبول خويا ما نكذبش عليك، الليره ما تقدرش تصورها في النار، اللي راه ما تقدرش تصورها في النار. تروح تخدم شهر كوميسيو، شهر ما تخرجش الشهر الزاوج راك تخلص فيه. شهر خويا ما نكذبش عليك ما تقدرش تحمله، هنا يخدموا 14 ساعة وكاع. لكن الفاتورة غالبا ما كانت جد مكلفة. قصة عبدو مع الحرقة عبر البوابة التركية بدأت من الجزائر. عندما وطأت قدماه مطار اسطنبول لأول مرة كانت أحلامه كبيرة، لم يكن يتوقع أنه سيذهب إلى عالم يجهل تماما قواعد اللعبة فيه. نحكي لكم أنا على راسي، لما جيت لهنا تركيا يعني رحت هل عندي أنا بالوقت 25 جوغ هكك، مشيت لاغريس في لافونتيير تاع لاغريس. قبلها بروبوزو عليا الحرقة باسكو واحد حراق هو اللي يعرف الطريق يديك، باسكو الحراقين هنايا ولات لهم خدمه، يقول لك اعطيني 400 يورو ولا 200 يورو ولا 300 يورو وانت ما تكونش تعرف الطريق بالسيف عليك تعطيها له، خاطر يكون عندك الراب باش تروح لاوروب. مشيت حوس على حراق بو، ما كانوش عندي دراهم باسكو هنا الدعوه في ترغاليا، كملتهم في لي زوتيل. دخلت لافونتيير تاع وحدي، دخلت لافونتيير تاع لاغريس، مشيت حط رجل الماشينه هكا، قالوا لي منها باسكو كانوا قالوا لي بلي منها تدخل لاغريس باسكو سي لافونتيير. دخلت كان معايا واحد الجيريان وكان معايا واحد ماروكان كانوا قدامي، بون مانيش عارف الا وصلوا ولا ما وصلوش. سكي يصير نضل ما وصلوش باسكو صعيبه باش تفوت من تما، صعيبه بزاف. انا كنت نهرب، كنت نجري، بون فيها رصاص فيها حوايج دونجي بزاف، خاطر بالك كي راني نحكي لكم هكا بالك ما تدخلكمش في راسكم، بصح كون عشت ولا رياليتي اللي عشتها انايا سي ولا حاجه دير بزاف، ها حاجه دير. قعدوا يضربوا فيا ثلاثه تاع تاع لابوليس تاع العسكر تاعهم، قعدوا يضربوا فيا ويضربوني ضربه باسكو انا حوست شغل نهرب. انا هذا هو البروبليم اللي درت، حوست نهرب، ضربوني في ثلاثه، مام با ما داونيش لوبيتال، ضربوني للتيبيا طحت ما قديش، رقدت اجونو على صدري ما قديش نوض حاصل. وكي جيت نقاردي بيديا راكو تشوفوا البلاط راني دايره هنايا كما راكم تشوفوا البلاط، قردوا لي يديا وما داونيش مام با لوبيتال. ماشي غير انا الاول، كان بزاف كان لي بير عليا، كان بزاف مساكن راهم هنا ما قديش يوليو لالجيري، كل واحد وهمه. دونك ماشي انا الاول وماشي انا الزوج، كان دي سونتان وكاع مساكن راهم يعانيو، كاع راهم يعانيو، ما كانش واحد تقصيه يقول لك راني غايه. بون كاين اللي باع تا باسبوره، وكي يبيع باسبوره راكو عارفين بلي ما يقدش يولي، وكاين اللي تبلع حشومه يولي البلاد، تبلع حشومه يولي البلاد باسكو بالك سلف دراهم، بالك مواني عطاوه دراهم، بالك كل واحد ليسونسيال هما. لحسن حظ عبدو أنه وجد من يضمد جراحه ويلملم بعض آلامه، شاب مصري. عبدو صاحبنا الجزائري قابلناه هنا في الشارع، لقيته تعبان كان متكسر متدغدغ، قابلته هنا قلت له مالك في ايه، قال لي مش عارف وكده، ما كانش عارف حاجة. فروحت خدته، عبدو ما كانش معاه باسبور ساعتها، فدخلنا المستشفى وكده، قلت لهم اللي هو فلسطيني،
يعني ما قلت لهمش اللي هو طبعا كان على حدود اليونان ولا كده، قلت لهم اللي هو كان بيعمل ووقع من على السلم، بس الحمد لله عدت على خير. لا كانت وحشة، وحشة كتير. لا يعني انا كنت فاكر رجله مكسورة، بس الحمد لله اللي هي ما طلعش فيها كسر، طلع ايده بس ما كانش قادر يمشي عبده، يعني عبده كان واقع على الارض ما كانش قادر يمشي وما كانش عارف يتصرف ولا مع حد يعرف يعمل له حاجة ولا اي حاجة. في المستشفى الحمد لله قلت لهم اللي هو فلسطيني، معهوش باسبور، معهوش فلوس، معهوش حاجة، عملوا له الاشعاعات وكل حاجة وطلع بس عنده الكسر اللي في ايده والكدمات اللي في رجله. محمد يروي تجربته القاسية وهو يشاهد هذا القارب، وكله أمل بأنه سيأخذه إلى بر الأمان، وبالضبط إلى بلد يحقق فيه طموحاته. بون هذه 23 يوم وأنا هنا. نهار الأول اللي جيت راح جينا أنا واحد صاحبي، تلاقينا واحد تنصي، رحنا لأنطاليا قلنا فيها الخدمة، وهذه رحنا شفنا حوسنا على الخدمة. أكاش لي خدمك قاع لي يقول لك عندك خص تكون عندك لا لونغ أونغلي، خص تكون عندك لا لونغ ألمو، ولا ما صبناش الخدمة هذه ولينا لهنا ما بقالناش دراهم، كملونا الدراهم حاولنا باش نروحوا نحرقوا. هيا شفنا واحد حراق قلنا نديكم 200 يورو، هيا قلنا له صحة، راح دانا حطنا في إيديرنا. بعد شوية قلنا غادي تمشي حل 10 ولا 15 كيلومتر، قلنا غادي تصيبوا حس بيكا على التران تمشيوا معاها حتى تدخلوا لاكلاس. ايا رحنا قعدنا نتمشاو ما قديناش، ما قدش بلوا علينا الويدان ما قديناش كش نفوت. سهلة بلك، سهلة بزاف بصح والله، لا صعيبة 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 بزاف صعيبة. وانا متمني لي زالجينيا سورتو لا جونس باسكو نتمنى ما يجيوش هكا يحرقوا والله، باسكو يغبنوا ريسانهم يغبنوا ماليهم، ولو بير ما يخموش ريسانهم، يخمو حتى في لي بارون تاعهم، باسكو لي بارون تاعهم هما اللي يسوفرين. حنا ننصحوا الشباب هذا اللي راهم يلعبوا بهم، راهم يتمسخروا بهم، ما كان لا حرقه لا والو، هم يجوا ياكلوا لهم دراهمهم، وكي ياكلوا لهم دراهمهم يقولوا ما يقدرش واش يديروا، يقولوا يسرقوا راهم يموتوا. ونصح الشباب والله العظيم، والله نقولها لكم ونعاودها لكم، ماني من صميم القلب، والله غير راهم يضحكوا عليهم ويضحكوا عليهم ويضحكوا عليهم. عم يجوا يقعدوا هنا يدوروا يروحوا يجوا يحرقوا زعما منا وياكلوا لهم دراهمهم. كي يطيح في واحد جزائري يقدر يمضغوا ما يبلعوش، يطيح في واحد كردي، يطيح في واحد كذا، والله غير يعذبوا حتى بالك يموت بالك. ما نعرفوش هذه الظاهره هذه كيفاش خلقت هنايا الظاهره هذه، راهي غير تزيد. وحنا مادا بينا كيما نقولوا الشباب، ننصحوا الشباب يا خويا طلعوا، اللي يطلع لهنا يطلع يحوس ولا يطلع يتاجر يلقى روحه، واللي ما يعرفش نورو له التجاره وراه المشكل، واحد ما زاد معلم. حنا مادا بينا نشوفوا الشباب تاعنا يجي لهنا يمثلني، يقول هاو الجزائري تاجر، وما يقولش هاو الحراقه، هما ولا يعرفونا غير حراقه. علاه حتى حنا عندنا غير على ولاد بلادنا، عندنا غير على ولاد بلادنا، وما نحبش كيما نحبش على خويا، ما نحبش على
انا وليد بلادي، حنا رانا كاع خاوه ورانا كاع جزائريين. الحومة هذه عندنا قريب 20 سنة فيها. الحومة هذه قبل ما تولي احنا رانا خدم بزاف على هنا ناس تراكي. وعندنا 15 سنة مهنة تاع ريستوراسيون قهوة. احنا من الأول اللي دخلنا هاد كل رمضان احنا كل رمضان نوجدوا نديروا كيما نقولوا نديروا نبداو نوجدو لهم المأكولات الجزائرية، نبداو نوجدو الشرب أفريك هادي، نديرو لهم بوراك متوم من العادات تاعنا تاع الجزائر متوم، نديرو لهم هاد الأمورات. حنا مرة كي نصحا كي نفطرو هكدايا وكدا نشربو قهاوي بيناتنا هنا في الآخر، نقصرو شوية على البلاد على الجزائر على كيفاش الأمور واش اللي راهي تصير. لإسطنبول أوجه كثيرة، هم يرسمون هنا وجهها الجزائري. رانا نوجدوا اليوم أول يوم في رمضان، رانا نوجدوا للفطور إن شاء الله، نوجدوا شربة على الفريك، وكان الشربة على العدس شربة تركية، والبورك بالزيتون والفيونداشي والديور، ديور نجيبهم من الجزائر هما والزيتون، ونديروا متوم، نديروا لحم الحلو. هذا شربة وراح ندير شوربة عدس، هذا شوربة عدس تاع الترك سبيسيال، وشطحة لحم، وكبدة مشرملة، المخ المثوم، وكاين درنا اللحم الحلو، ونديروا لحم المفور، نبدلوا كل يوم نبدلوا الموديلات مكلة تاع الموديلات تاع المكلة. وانت جيت اليوم؟ البارح اجيني بالهمة. صافي سكراوي؟ لا بس طابا لا ولفنا كي تجي هنا لاسطنبول لازم عليك تجي لهنا. هادي سيدي عبد الرحمن تاع الجزائر هنا. لازم تجي هنا تجي تشرب قهوة ولا تفطر ولا هذا الشارع ماشي شارع تاع الدرك. لا عندي شيء.
عمي حمزه. يا اخوي عمي حمزه عيان عنده 10 سنين هنا. عمي حمزه اليوم معنا نزوجه بالمردين اخويا ان شاء الله. نزوجك في مردين انا قلت له قدام يقول العام الجاي. العام الجاي انت دايما صوتك كذب. انت دايما نقول لك انا اديه اديه المردين زوجه. انت الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان.